في ناس نتاع البلاد. حضرتك كنت وزير الاول ووزير اختفى واحد النهار قال لي الوزير متكلف متكلف بالضرائب قال لي فلان على البرابر قال لي ما سلكش الضرائب نتاعو وش الناس اللي ما سلكوش الضرائب وش نعملوا لهم قلت له خدم خدمتك هذا مكان المهم هو ان شرب بعد في الحيز من الحكومة هذا هو الرجل ما يسلكش كان مطلوب في 140 مليار 140 مليار كان مطلوب ضرائب كانوا يتبعوا فيها على 140 مليار نعم سلكهم فيهم الرجل كما الخير الكل يزرين ضرائب الدارو وعنده أرباع كبيرة وكان ما يطبقش القانون تاع الدولة فرضت عليه باللي ينسب يجيب إذا كان يجيب الرابطون يجب يكون عنده يجيبوا باش يلاقيهم في المطار في الميناء. كباوات تاع النقل باش يهزهم عند المشتري نتاعو ما كانش عنده هذوك الوسائل هذوك ما كانش عنده كيفاش عنده كانوا يطلبوه فيهم يتصل بسعيد سعدي في هذاك الوقت سعيد سعدي كان عنده اتصالات في الحكومة نعم يتصل بهم ويرفع عليه البلد تاع الحكومة هذا هو كان يقول باللي أعطاني كف في واحد الوقت يكون في سيدي وزو يقول باللي اعطاني كف اعطاني يجيفل بالمرضوية ما اعرف اذا كان فهمت يقولوا باللي اعطاني يجيفل اعطاها الحكومة تاع البلاد ماشي الحكومة ماشي انا اللي هذا كان مطلوب 140 مليار 140 مليار بضرب الحكومة في ذاك الوقت كانت عندها معنى كبيرة كانوا يدعموه سعيد سعدي تاع الهير سيدي